مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم مازال الدنيا بخير. مشاهدينا رانا متواجدين في مفتاح، وين راح نزوروا عائلة الطفل عبد الجليل. بعد ولاو عينيه ما يبانوا ليش، عينيه غير بيوضة. اخ بالك كنا نحكوا ولا شفنا دمعة من عينك حبطت. ألم كبير الإنسان كي الوالد يشوف الابن تاعو هكذا ويكون مقيد ما قدرش يدير يعني حاجة. بيدك حيلة كمان. ما زال الدنيا بخير تأتيكم حصريا على قناتكم جيل دي زد، سهرة الجمعة ابتداء من التاسعة ليلاً.